من قال لا أعلم لا أعلم فقد أفتى. وأنا عمري ما كنت بدعي إن أنا عالم ببواطن الأمور، والله بتكلم جد. أنا عمري في حياتي ما كنت أعرف إن في مشروعات لإنتاج سم العقارب. تيجي تقول لي يا عم يوسف ما احنا طول عمرنا كنا نشوف مثلا الصيدليه، اقول لك لا الصيدليه كان عليها التعبان وقدامه الكوبايه دي ولا الكاس كده الشعار الشهير بتاع الصيادله، والتعبان يبقى لافف حوالي بس يعني. تقول لي طب ايه الفرق؟ اقول لك ما اعرفش، بس احنا كبرنا على كده. سم التعبان ممكن يستخدم في الدواء، هو سم العقرب كان بيستخدم في الدواء؟ والله العظيم ما كنت اعرف ده بجد، مش هزار. وفوجئت بانه وانه الجرام بيوصل سعره ل 10,000 جنيه. ايه الموضوع ده؟ قال لك لا ده في حاجه ابعد، ده احنا بنعمل كده في مصر، يعني عندنا شبان بيشتغلوا في مساله سم العقارب. انتوا فاهمين حاجه يا جماعه؟ انا حقيقي مستغرب ومذهول يعني، ودي حاجه غريبه جدا. طيب وليه سعره غالي كده؟ خلونا هنا ناخد معانا على تليفون مهندس احمد ابو السعود مسؤول هذا المشروع بالمحافظه. ازيك يا باشمهندس؟ السلام عليكم استاذ يوسف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك. بقى الشبان في الوادي الجديد شغالين على انتاج سم العقارب؟ والله الوادي الجديد فيه حاجات كتير جدا بره الصندوق وفريده من نوعها الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، الله اكبر. طب احكي لي اولا على قصه سم العقارب دي، ايه القصه دي؟ والله يا فندم موضوع سم العقرب دوت حضرتك احنا عندنا يعني اكبر افه بتهدد الصحراء الغربيه كلها، لان احنا اصلا منطقه حدوديه. طبعا. فطبعا عندنا كميه العقارب دي حاجه رهيبه جدا، كانت طبعا كل بيت في الوادي الجديد ليه قصه مع العقارب. فانا كان طبيعه شغلي ان انا بعيد عن مصر، ان انا كنت شغال مهندس بترول اصلا. تمام. وبعد كده دوت لما حاولت ان انا استقر في مصر ففكرت ايه المشروع اللي ممكن اجي بيه ان انا اقدر اخدم بيه بلدي هنا. فطبعا باي ذا واي زي ما حضرتك لسه عارف دلوقتي ان السم العقرب ده بيتعالج وبيتخش في العلاج وسعره غالي جدا. انا عن طريق القرايه برضك اكتشفت الموضوع ده. فحبيت ان انا احول الافه دي لحاجه نافعه تنفع البلد وتنفع مصر كلها، لان ده دخل قومي، لان حضرتك بتقول 10,000 جنيه ده في مصر، لكن بره ممكن يوصل ل 7,000 دولار. الجرام؟ الجرام يا فندم. يعني نصدره وناخد فيه 7,000 دولار؟ بالظبط يا فندم. والله انا راضي بخمسه. الفكره ديت قدمتها مع نائب وزير الزراعه للطب البيطري على اساس ان هم يخشوا معانا شراكه تمام في الموضوع دوت، لان احنا بالنسبه لنا موضوع السم ده يعني متوفر جدا، وعندنا عقارب متوفره جدا، وعندنا زواحف كتير جدا وتعابين كتير جدا، السموم بتاعتها مطلوب عالميا. لكن موضوع الثقه في ناس من يعني ضعفاء الضمير كانوا بيخلطوا سم التعبان على سم العقرب. فكان اللي بيحصل ان هو اي اناليسيز او اي تحاليل بيحصل تمام، فكان بيعمل كروس على مصر ان هي ما ينفعش تاخد منها سم. فاحنا حاربنا الموضوع دوت بكافه الاوجه، ان احنا يبقى كيان قانوني تحت غطاء قانوني. طبعا يعني ما اقدرش اذكر موضوع سم العقارب دوت الا لما اذكر سياده اللواء محمد سلمان الزملوط، يعني رائد التنميه في محافظه وادي الجديد، كان على كتفه يعني ثقل كبير جدا ان تبنى الموضوع دوت من الف الى الياء، ودايما كان بيساعدني في كل الزيارات، كل اي حد مهم لازم يوجهني ليه ان احنا نبقى حاجه كويسه. طب بص بقى يا باشمهندس ما تاخدنيش في دوكه. اتفضل يا فندم. واحده واحده عليا يا باشا. قلت لي انا قريت عرفت انه سم العقارب ده حاجه نقدر نستخلصها من العقرب وبتجيب فلوس كويسه، وانه نقدر نحولها لشيء مفيد لبلدنا. قول لي بقى يعني بتعملوا ايه؟ عاملين مثلا مزرعه معينه، والمزرعه دي بتبقى شكلها عامل ازاي؟ متطلباتها ايه؟ عشان اطلع جرام يبقى انا لازم اكون عندي كام عقرب؟ يعني انا عارف الحديث يبدو غريب على المشاهد يعني، بس المساله مهمه وشيقه في نفس الوقت. الله يفندم انا تحت امر حضرتك. الامر لله. الفكره طبعا احنا دايما انا كراجل مهندس بحب اشتغل اكاديمي، يعني لازم اهل المعرفه هم اللي يدلوني عشان اشتغل صح. صح. تمام. فالتجأت لكنت معظم الدكاتره اللي هم في كليه العلوم، ومنهم دكاتره حاصلين على دكتوراه في تصنيف العقارب. تصنيف العقارب ليه؟ تصنيف العقارب لان انت ما ينفعش تحط سم عقرب على سم عقرب تاني، انت كده بوظت التركيبه. يعني لو عندك 2999 عقرب من نوع وحطيت من نوع تاني عقرب، انت كده بوظت كل مجهودك بتاع ال 3000 عقرب دول. ماشي.
ماشي. الحاجة التانية الجرام الواحد بينتج من 2000 ل 2500 عقرب، لأن العقرب الواحد بيطلع نص مللي جرام. ده اللي مخلي سعره غالي جدا، مخلي حصول عليه محتاج تكنيك معين. العقرب اللي حضرتك شايف الصورة اللي قدامك ده مفصلي، الذنب بتاعه اللي هو في الآخر ده اللي هي الشوكة ديت، هي دي مصدر خطورته طبعا. لو دي اتشالت ما فيش أي مشكلة في العقرب، بتعتبره أي كائن لطيف ممكن تلعب بيه، ما فيهوش أي مشكلة خالص. خلاص بقى جمبرياية بقى مش مشكلة. هي الذنب دوت لو الذنب ده اتشال خلاص العقرب فقد قوته، ما عندوش أي مشكلة خالص حضرتك تتعامل معاه. حلو. تمام. إحنا بنعمل إيه؟ نقلنا التكنولوجيا بتاعت بره، لأن هم شغالين على الحاجات ديت. بس بيشتغلوا إزاي؟ هم بياخدوا العقارب من شمال أفريقيا زي المغرب وتونس، وبياخدوا عندهم في ان كان انجلترا ولا المانيا ولا استراليا او تركيا او الهند، تمام، دول المتخصصين في انتاج السموم، بياخدوا منهم السموم في المعامل بتاعتهم، بيعملوا عمليه فصل عناصر. العقرب بيبقى فيه الليكويد بتاعه، السائل بتاعه بيبقى فيه اكتر من عنصر، وهم بياخدوا العناصر اللي هم بيحتاجوها للادويه اللي خاصه بيهم زي علاج السرطانات، علاج الاوعيه الدمويه، علاج اللي هي الحاجات المستعصيه، هم بياخدوها. وبعد كده هو بيبعتوا لنا احنا الباقي، تمام، كسم عقرب لكن خالي من العناصر ديت. فتقريبا عديم الفايده. يعني يعتبر. فبياخدوا التركيبات اللي هي لمصر ان هو بتحتاجها، على اساس ان هو ما يوصلش للتقنيه، تمام، ان هو يبقى عندنا في مصر ان هو علاج للسرطان. تمام. احنا بنعمل حاجه تانية، احنا بنعمل دلوقتي عملنا مزارع على اساس ان احنا نعمل عمليه استقصار للعقارب. مش موضوع ان انا هنزل على الحياه البريه اخد كل العقارب اللي موجوده فيها، تمام، واعمل استحواذ عليها في مكان واحد واعمل خلل في التوازن البيئي. كويس، كلام رائع. فاللي احنا بنعمله ان احنا بنعمل عمليه استقصار، وبعد كده هو بنعمل عمليه تصنيف للعقارب، وبنشوف دلوقتي المجتمع الدولي بيحتاج ايه من السموم ديت، وبنحاول ننتجها. ماشي. علشان يتحول الموضوع الى يعني ليه جدوى اقتصاديه، ده معناه انه اكيد يعني مش هعمل مزرعه احط فيها 2000 عقرب عشان اطلع جرام. لا يا فندم، احنا عندنا 80,000 عقرب. الله اكبر، ربنا يستر عليكم. طيب ان شاء الله. 80,000 عقرب يعني على يعني احنا ايه بتطلعوا 40 جرام مثلا؟ يعني يعتبر 40 جرام شهريا. تمام، ده المعدل. لكن هي الفكره في حاجه دلوقتي، الفكره ان انا دلوقتي مش خالق سوق بره. ان انا عندي المجتمع. طيب علشان ناخد بعضنا ونطلع خطوه لقدام، انا عايز اخلق سوق بره، ايه المطلوب؟ المطلوب ان الدوله تتبنى الموضوع دوت. الدوله ممثله في اي جهه من جهاتها؟ من الصحه او من الطب البيطري، الهيئه البيطريه، الخدمات البيطريه، تمام، تقول احنا عندنا الكيان دوت، واحنا دلوقتي احنا الدوله هي الواجهه او هي الايمج اللي هتبقى مصدره للكلام ده. يعني انتوا عايزين تعاون ما بينكم وما بين وزاره الصحه من جهه، وما بين قطاع الطب البيطري في وزاره الزراعه من جهه اخرى، علشان يبقى في عندنا كيان كبير واضح نعرف نصدر بيه او نتكلم بيه مع الجماعه الاجانب، انه دي جهه معتمده يا جماعه. صح كده؟ بالظبط يا فندم، ده اللي انا يعني توجهت ليه لسياده المحافظ، وعرض على دولة رئيس الوزراء. حلو. وتعرض الموضوع بتاعنا دوت على سيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هاي. لما كان في اجتماع للمحافظات على مستوى مصر مع سيادته. اوكي. وتعرض المشروع دوت على سيادته، وكان ابدا يعني اجابه بالموضوع. عظيم جدا. الكلام ده كان امتى يا فندم؟ الكلام دوت من سنتين بالظبط. طيب، ده معناه ان احنا لازم نجدد هذه الامور. يعني ايه بقى؟ يعني نبدا نخاطب بقى وزاره الصحه وانا بساعدك اهو احنا على الهوا، نبدا نتكلم مع وزاره الزراعه وانا بساعدك اهو احنا على الهوا، اللي انا واثق منه انه كلا الوزارتين شايفين البرنامج ده تالت ومتلت. تمام يا فندم. فنحن نخاطب الوزارتين بان احنا عايزين يا جماعه نعرف، ونقعد مع المهندس احمد ونشوف ايه هي الجدوى الاقتصاديه اللي هتعود، ايه القيمه المضافه اللي هتعود على الدوله من جهه وعلى المهندس احمد من جهه الى اخره. خليني الاول اشكرك يا باشمهندس، فكره يبدو انها نيره، يبدو انها لامعه، لها مردودها الاقتصادي، بنحافظ كمان على التوازن البيئي واحنا بنشتغل بيها وما الى ذلك، عشان برضو وزاره البيئه ودكتور ياسمين ما تزعلش مننا، فعلشان نبقى محافظين على كل حاجه، يعني لازم دايما هنشتغل فعلا مع التلات وزارات دول اولا، بعد كده في امور تانيه اظنها هتذهب الى وزارات اخرى
مش بتبقى كجهات ولاية، ولكن علشان التنسيق وعشان الأمور تمشي صح سيستماتيك بنظام. شكرا للمهندس أحمد أبو سعود، مسؤول المشروع بمحافظة الوادي الجديد، هذه المحافظة الضخمة الرائعة التي أعتقد أنها ممتلئة بالثراء المتعدد من مختلف خيرات ربنا. الوادي الجديد هي أكبر محافظة في جمهورية مصر العربية.